الحين الحمد لله انجزت مهمه من مهامي. كنت خبرتكم ان انا بمر على الشيخه حصه بنت خليفه ام راشد الله يحفظها، ويت هذه في بيتها في مقرها في البولتن، وسلمت عليها وشفتها وشفت كل الجمال والحلاوه والعذوبه والاستقبال والابتسامه والفرحه والاناسه والانبساط والسرور، ومليت عيني بكل شيء جميل، وتذكرت هاي ذكرياتهم حلوه مال امهم صنعاء رحمه الله عليك يا شيخه صنعاء يا العزيزه، والحين هم تارسين هذا المكان ومنورين، ربي يحفظهم ويخليهم ويبارك فيهم. انبسطت كثير وسلمت عليهم وودعتهم، باي باي في امان الله يا شيوخي الغالين، ربي يحفظكم واشوفكم في دبي بترياكم في جميره، ربي يحفظهم يا ربي. شفت الشيخه عليا وشفت الشيخه صنعاء اقول لكم، شفت الشيخه حصه وسلمت عليها في كامل اناقتها وجمالها وعذوبتها وثقافتها شكل ما تعرفونها، وكذلك شفت الشيخه عليا وكذلك بكامل اناقتها وسلمت عليها، وشفت الشيخه صنعاء الابتسامه والشرح، يعني انا تشوفون قام من شكح شيوخي الاعزاء اللي شفتهم وتباركت بشوفتهم، بقضي يومي هذا كله بجمال حلاوتهم وعذوبتهم وكرمهم وجودهم وعطائهم وكل شيء جميل. ربي يحفظكم، باي باي شيوخي الاعزاء، باي باي شيخ هوسا.